هاي جايز، بفضل الأحداث يلي عم نعيشها هيدي السنة ومع انتشار فيروس كورونا، كلنا منعرف إنه رح نقضي فترة العيد بالبيت. بس مين قال إنه لازم تهملي كمان إطلالتك؟ بالعكس، جرب تعكسي عليها الأجواء الرمضانية وتزيد عليها لمسة شرقية من خلال العباية. تركي الأناقة والراحة يسيطروا على إطلالاتك، وتأكدي إنه شو ما كانت شخصيتك رح تتمكني إنك تلاقي الإطلالة الأنسب إليك. باللوك 1 قررت اني اعتمد اطلالة مريحة، كرمال هيك اخترت تراك سوت بلون موحد وقررت اني نسق معها سنيكرز بذات اللون. ما تخافي انك تعتمدي السنيكرز او الحذاء الرياضي مع العباية السوداء، بالعكس رح تحصلي على اطلالة مريحة ومرحة. بهيدي الاطلالة قررت اني ما ركز على الاكسسوارات، بالعكس قررت اني ارفع شعري حتى اقدر اكون مرتاحة باطلالتي، خصوصي اذا جاي لعندي زوار وعزمتهم على الافطار. نصيحتي لإلك، إذا عبالك تعتمدي التراك سوت مع العباية، ابتعدي عن النقشات وبالعكس اعتمدي الألوان الرايقة. باللوك 2 لجأت لبانتس واسع مع تي شيرت باللون الأبيض وسنيكرز أبيض. هيدا اللوك كتير مريح وبناسب الإفطارات، وبذات الوقت ركزت على الأكسسوارات. نجم هيدا الإطلالة كان أكسسوار الشعر يلي اعتمدته واللي كان مزين بالخرز، بس كمان اعتمدت معه حلق صغير تيكون التركيز عليه. وتكمل هيدي الإطلالة اعتمدت السلاسل الرفاع ونسقتهم بأسلوب ليرينج أو على شكل طبقات. أنا شخصياً بهيدي الإطلالة لجأت للسنيكرز الأبيض، أما أنت فعندك حرية الاختيار لحتى تكوني مرتاحة أنت وعم تتنقلي بالبيت. فيك تعتمدي الميول، سلايدز أو حتى الكيتن هيلز. فيك تستبدلي الهات بيس يلي أنا اعتمدتها بالجربان، خصوصي إذا كنت عم تحضري الأكل، وبهالطريقة بتكوني حصلتي على لمسة شرقية. أخيراً وصلنا لللوك 3، وأكيد أكيد نعم للأسلوب الكاجوال. مين ما عنده جينز بخزينته؟ كرمال هيك اعتمدي بإطلالتك، خصوصي إذا كان عندك عزيمة. أنا شخصياً اعتمدت الجينز بقصة الواسعة، أولاً لحتى أحصل على إطلالة مريحة، وثانياً لحتى أحصل على إطلالة تريندي. أنا شخصياً اعتمدت هيدا اللون مع الجينز تبعي، بس أنت كمان فيك تعتمدي أي لون، خصوص الألوان البرايت، وما تخافي أبداً إنها تتضارب مع ألوان العباية السوداء، بالعكس رح تبرزها. Yes for recycling. كرمال هيك قررت إني استعمل my favorite hat piece as an accessory على الرقبة. ولا هيدي مانا بارت من القميص، انا اخترعت هيدي الطريقة. انت كمان فيك تستفيدي من اكسسواراتك وتعتمديهم بزيت الطرق. مين قال مثلا انه ما فيك تستعملي الحلق as a brooch؟ خبروني بخانة التعليقات اي اكسسوار استعملته وكيف. كل هالعذاب يلي عملني تاخر شي نخبي الاكسسوارات، انا اعتمدت اني رجع شعري لورا. اذا ما عبالك تعملي لو بونيتيل، فيك تعملي هاي وان، فيك تعملي لو بان، فيك تعملي ضفيرة، عندك كتير خيارات. ما تنسي انه اطلالتك هي امر اساسي عند استضافتك الضيوف، كرمال هيك اوعى تستهتري فيها واختاري الافضل لتعكس صورتك بشكل افضل. وقبل ما نختم، ما تنسي تعملنا سبسكرايب وتحطي لنا اسئلتك بخانة التعليقات، وانا اكيدة رح جاوب عليهم. بشوفك بحلقة جديدة. تشاو.